فترة حالية لا، يعني كنت قاعد تشوف جميع الاسطبلات قاعد تركب، ما في احد يعني قاعد يقول انا بخلي خيلي للرياض، الجميع منافسة على اشدها الموسم جميع الاسطبلات، يعني متكافئ الرياض مع جدة. اتوقع من ناحية الندية يمكن نوعية، في نوعية خيل معينة ما راح تشوفها تركض هنا اللي هي الخيل التوب. لكن طيب ليش الخيل التوب ما تاخذ لها سباق، سباقين في الطائف؟ يمكن يعني حسب المدرب ممكن تاخذ سباق، لكن ما راح يعني تشوفها كفتح نفس يعني. اي يعني تجهيزي قبل الرياض، لكن ما راح تشوفها باستمرار يعني. اي طبعا. او في كل كاس او في يعني كل شوط مهم في الطائف. لان هذه نوعية يستهدفون منها اشواط معينة، اشواط فئوية. طيب خلنا نسألك على الطرف الاخر. طبعا انا قدم بجزيل الشكر عظيم الامتنان لصاحب السمو الملكي الامير سعود بن سلمان بن عبد العزيز على دعمه لمهور السنتين في جواز مغريه. هل راح يكون في اكتشاف نجوم ايضا؟ طبيعي طبيعي بدون ادنى شك. هذه راح تكون ثمان اشواط، وراح تكون اربع الحصن واربع الافراس، وراح تكون مستهدفه من قبل الجميع، وراح يطلع فيها نجوم بدون ادنى شك باذن الله تعالى. نواف شكرا. بدأت الخيل تأخذ الأماكن المخصصة لها في جهاز الانطلاق استعدادا لانطلاقة الشوط الرابع منتصف سباقات اليوم. مثل ما ذكرنا لكم في البداية راح يكون معنا اليوم كأس نادي سباقات الخيل المصيف، أولى كؤوس هذا الموسم. أتمنى إن شاء الله السلامة للخيال والخيل، متابعة شيقة لسباقات الفروسية السعودية. تفضل صالح. شكرا مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من جديد هنا إلى رابع الأشواط على مقربة من اكتمال الأسماء دخولا في جهاز الانطلاق. وأيضا تتوجه بعد قليل تبدأ من علامة 1200 متر عمر الأربع سنوات وأكثر مشاهدين الأعزاء. أيضا هنا أشاهد ترفع الراية استعدادا للانطلاقة، فتحت البوابات على بركة الله في رابع أشواط هذه الأمسية على مسافة 1200 متر مفتوح الدرجات، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. هنا الصدارة تبدأ عبر المسار الخارجي من قبل عناية الفتاح مع عبد الله الفيروزي للمركز الأول. المطاردة تأتي هنا من بقية الأسماء، ريان أيضا في مقدمة الشوط، وأيضا العيون كريم مع يوسف الحصين، والصدارة تذهب لبهايف مع علي الميموني يتصدر صدر المشهد. مشاهدينا الاعزاء تدريبات فوز الغريبان الى المركز الاول، وعنايه الفتاح يتراجع ثالث عبر المسار الخارجي. هناك ريان القادم من امريكا، والمسار الداخلي لجذاع مع نواف المضياني، وايضا التقدم للمرتبه السادسه لزاندار بشعار الغريبان، ولكن الصداره لبهايف الى المرتبه الاولى. علي الميموني يقوده الى المركز الاول، يحاول ان يحافظ على الصداره، ولكن الدخول من قبل العيون كريم، وهناك أيضا الدخول من قبل قحوم مع حمزة ساعة ثلاثية المقدمة، والصدارة إلى المركز الأول بهايف. هل يواصل هذا العطاء؟ والدخول من قبل قحوم وأيضا العيون كريم. هنا قحوم إلى خط النهاية، أولا الفرس قحوم بشعر محمد شبيب فالح أبو اثنين، تدريبات عبد الله شبيب وقيادة حمزة سعد ابنة بنديني والأم مزعجة. قحوم الانتصار الرابع في سجلها السباقي هنا، التي ظفرت بهذا الشوط بكل أريحية، ظفرت بدخول وجدت المسار الداخلي مفتوحا. هنا توجهت إليه في الخمسين متر الأخيرة، بينما الصدارة لبهايف مع علي الميموني الذي تنزل عنها لقحوم في الخمسين متر أخذت الصدارة. وأيضا دخول للعيون كريم بشعار اسطبل اللجام الذهبي مع يوسف الحصين حل ثانيا ربما وثالثا بهايف. إذن المركز الأول قحوم بدقيقة وثمانية عشر ثانية وثلاث وستين جزء من الثانية. في المرتبة الثانية العيون كريم بشعار اسطبل الذهبي مع يوسف الحصين، والمرتبة الثالثة لرقم ستة بهايف مع علي الميموني، والمرتبة الرابعة لرقم خمسة وسام الشجاعة بشعار محمد فكهاني، والمرتبة الخامسة لرقم ثلاثة مشعل بشعار اسطبل الجابر. مشاهدينا الأعزاء هنا تقدم بهايف مع علي الميموني للمركز الأول، وظهور هذه الأسماء بقوة. قحوم من المسار الداخلي بدأت تتقدم شيئا فشيئا في هذه الأثناء، وأيضا بدأت في هذه اللحظات وهذا المستوى الكبير. أيضا المطاردة أتت من قبل هنا لعيون كريم،
وبشعار اسطبل اللجام الذهبي مع يوسف الحصين تدريبات ناصر حزام. مشاهدينا الاعزاء شاهد جحوم تصل اولا الى خط النهايه بدقيقه و18 ثانيه و63 جزء من الثانيه. هنا النتيجه المبدئيه في هذا الشوط كان على مسافه 1200 متر. هنا يترجل عن صوتها حمزه سعد الانتصار الرابع في سجل جحوم يضيفه حمزه سعد باسمه. هنا منصه الوزن يتم التاكد من وزن الخياله. وهنا يوسف الحصين مع منصة الوزن. وهنا جحوم تقلد الشريط الأحمر علامة على انتصارها تتوجه إلى مختبر سحب عينات الدم لإكمال إجراءات الانتصار. هنا الكاميرا المواجهة للأسماء المشاركة بالحركة البطيئة شهد بهايف إلى المركز الأول بشعار سعد المطيري مع علي الميموني في هذه الأثناء، بينما جحوم في الخمسين متر الأخيرة خطفت المركز الأول ابنة بندين والأم مزعجة مع حمزة سعد تدريبات عبد الله الشبيب. هنا تظفر بهذه النتيجة. هنا العائلي الميموني يذهب يزيل الحاجز عن نظارة السبق ليكون في رؤية أوضح بعد أن أخذ الخط المستقيم. هنا علي الميموني حاول إخراج جواده بهايف إلى الخارج ليدخل في صلب المنافسة، ولكن انفتح المسار لجحوم إلى المسار الداخلي لتجد الطريق مفتوحا. هنا علي الميموني يبدل الكرباج باليد اليمنى يحافظ على مساره المسار الأوسط في هذا الشوط، بينما وسام الشجاعة أو العيون كريم بشعار اسطبل اللجام الذهبي في مساره يأخذ المركز الثاني، وجحوم تغرد وحيدا من المسار الداخلي بدقيقة 18 ثانية و63 جزء من الثانية. يوسف الحصين خطف المرتبة الثانية من قبل علي الميموني الذي قاد بهايف إلى المرتبة الثالثة. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، هنا مجريات شوطنا الرابع بنتيجته النهائية المبدئية، وهنا أيضا الصورة بالحركة البطيئة، ونشاهد وإياكم متابعة الجماهير والمتابعين المتواجدين على المسار الخارجي على القرب من الأسماء المشاركة. وهنا حمزة سعد الذي يدفع بفرسه بكل قوة ويحاول ليستحثها يأخذ الصدارة. هنا الصورة قريبة لحمزة سعد. مشاهدينا ضيوفنا الأعزاء، وصلتنا النتيجة النهائية المعتمدة من قبل لجنة السباق والتحكيم لرابع أشواط هذه الأمسية. حققت المركز الأول الفرس جحوم بنت بنديني والأم مزعجة لمحمد شبيب فالح أبو اثنين. المركز الأول تدريبات شبيب عبد الله شبيب وقيادة حمزة سعد، وقطعت مسافة 1200 متر بدقيقة و18 ثانية و63 جزء من الثانية. في المرتبة الثانية ذهبت الجواد رقم 4 العيون كريم بن بريموند لإسطبل اللجام الذهبي تدريبات ناصر حزام وقيادة يوسف الحصين. وفي المرتبة الثالثة لرقم 6 بهايف لسعد علي المطيري تدريبات فوز الغريبان وقيادة علي الميموني. وفي المرتبة الرابعة لرقم 5 وسام الشجاعة بن موفق لمحمد فكاني تدريبات خشان الشمري وقيادة مهدي الحبيل. وفي المرتبة الرابعة الخامسة لرقم 3 مشيع العيون مشعل تدريبات اسطبل الجابر وقيادة بسام تدريبات بسام الموسى وقيادة محمد الحبيل. هنا النتيجة النهائية المعتمدة من قبل لجنة السباق والتحكيم، جحوم أولا لعيون كريم ثانيا. مشاهدينا الأعزاء انتقل إليكم من الزميل متعب الشمل إليك بطلال. شكرا عبد الله. إذا جحوم لمحمد شبيب فالح أبو اثنين ابنة بانديني تحقق المركز الأول في شوط السرعة المفتوح، شوط تكافى من 0 إلى 75. مبروك للمالك، مبروك أيضا مدرب عبد الله شبيب الخيال حمزة سعد جحوم. ما شاء الله عليها. خالفت التوقعات؟ إيه لا، يعني تعرف هي فرس تملك امكانيات ممتازه. هذا رابع. طيب انت ما وضعت ترشيحات؟ ما رشحتها، توقعت المسافه يمكن ما هي بافضل مسافه لها، لكن ما شاء الله عليها اليوم جت بدخول قوي من المسار الداخلي وقدمت نفسها بشكل ممتاز في جهوز رائع. ولا هي بغريبه ان فرس زي هذا فرس تكسب، يعني فرس تملك امكانيات ممتازه وايضا يعني عند مدرب ممتاز. ابارك لهم هالمكسب. يمكن لاحظنا حتى وقت زمن جديد على مسافة 1200 دقيقة و 18. صحيح، نعم، بدأت تحسن الأوقات. الأوقات خفت عن أمس، ويمكن مع هذا مع أول سبق وثاني سبق هذا الرابع يمكن صارت أخف شوي، لكن الفرس اليوم يعني استطاعت أنها تقدم مستوى ممتاز وتحصل على المركز الأول بجدارة واستحقاق وبدخول قوي، و
ما هي بغريبة، هذا رابع كسبة لهالفرس. أبارك صراحة للجميع وأتمنى لهم إن شاء الله مزيد من التوفيق. المدرب عبد الله شبيب يعني متواجد من طائف من فترة وقاعد يحضر خيله. نعم بشكل ممتاز. تعرف اللي يتعب ويجتهد طبيعي إنه يحصل. أبارك للمالك محمد شبيب وبثنين. يعني هل الخيال حمد الصالح. الصورة البطيئة تعطيك الخيل في تفاوت بينها. يعني لو تشوف الثلاثة اللي قدام. أول والثاني والثالث أوكي. أجهز مثلاً. من الخيل اللي وراء الخيل اللي فيها امكانيات، عندها امكانيات ممتازه، لكن يمكن هذول احضر منهم في اول سبق. راح تشوف التباعد يتلاشى شيئا فشيئا مع السباقات، تصير الخيل اقرب لبعض في السباقات القادمه بعد ما تصير فت اكثر. يعني كل ما تزيد عليها السباقات طبعا طبيعي بتكون حضورها افضل وبتكون يعني هذه صوره مواجهه ايضا. شكرا. نعم شوف الفرس يعني كان في منافسه بين بيهايف والعيون كريم اللي اليوم ايضا قدموا نفسهم بشكل ممتاز، لكن لو تشوف قحوم من المسار الداخلي يعني وإصرار خياله على هالفرز واستطاعت أنها يعني تحقق المركز الأول وتطير بعدد الأطوال وتحقق المكسب بجدارة وسط منافسة على المركز الثاني من العيون كريم اللي استطاع أن يخطف المركز الثاني مع الخيال يوسف حسين، وأيضا بهايف اللي اليوم يعني كان حضوره ممتاز مقارنة بالجهات الأخرى المدرب فواز الغريبان. إذا صورة جميلة مواجهة للأمتار الأخيرة من عمر السباق الماضي. نبارك مرة أخرى لمحمد شبيب فالح أبو ثنين بفوز قحوم ابنة بانديني، خالفت التوقعات، أعطت نتيجة جدا ممتازة. نبارك أيضا المدرب عبد الله بن شبيب وكذلك الخيال حمزة سعد الذي يستعد للقاء مباشر مع زميلة هيفاء المامي. هيفاء جاهزة؟ معنا تفضل المدرب عبد الله شبيب. عبد الله مدرب شبيب. ايوه سوري حجز وكذا. شكرا لك زميلي وشكرا لضيوفك الكرام واسعد الله مساءكم متابعينا ومتابعين القنوات السعوديه الرياضيه من جديد هنا في ميدان المصيف ميدان الملك خالد بمدينه الطائف. تبارك الرحمن شفنا الشوط الرابع شوط تكافؤ على 1200 متر بمشاركه اكثر من 10 رؤوس. حققت الفرس قحوم بقياده المتمرن الخيال حمزه سعد فوز ولا أجمل ما شاء الله بتدريب المدرب عبد الله شبيب. نبارك طبعا للأستاذ محمد أبو ثنين هذا الفوز، ونبارك لك أستاذ عبد الله ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك والحمد لله على المستوى والنتيجة، وما قصرت في شوط مسترد إنتاج وكله من توفيق الله وبركات البطل هذا حمزة ما قصر الحمد لله. طيب كيف كان استعداداتكم لهذا الموسم وكيف شايف تغيير الأرضية؟ والله الاستعدادات الحمد لله ممتازة والأرضية نتمنى أنها ما تغير، يعني ما شاء الله تبارك الأرضية فيها ثقل شوي لكن في صالح الخيل والحمد لله استعدادات ممتازة وهذه ثمارها الحمد لله الكسبة لليوم. طيب مسافة الألف والألف ومئتين متر ما يحتاج لها تكتيك أو خطة يعني كبيرة، فكيف كانت خطتكم وتعليماتكم لحمزة بالذات أنه هو كان مشارك في الشوط اللي قبله شوط الخيال المتمررين وما حقق مكسب، فكيف كان توجيهكم له في هذا الشوط؟ والله مسافة المئتين يعني مسافة سرعة بس توفق في طلعة الستارت، وقلت له قلت إذا طلعت كويس على ما قال مش ثاني ثالث ولا يحتاجها زود تكتيكي مرة ما يتهم مسافة المئتين مسافة قصيرة وما قصر حمزة الحمد لله. طيب ودنا تعطينا أخبار المهارة في هذا الموسم. والله المهارة شارك لي مهر للأمير فهد بن خالد بن فيصل أول مشاركة الشوط الثاني وحقق ميزان حقق مركز خامس وإن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله. طيب آخر سؤال لك لليوم بسألك عن الكأس، إيش ترشيحكم لهذا الكأس اليوم؟ والله الكاس فيه مجموعة خيل، فيه حصان الأمير فيصل اللي هو الأزرق اللي هو ولد فلاشي بول، وفيه بنت حيم مرتجة، وفيه بنت حيم، أتوقع أن الكاس أحمر. اللهم آمين. ألف مبروك. شكرا الله يبارك فيكم. معايا طبعا الخيال المتمرن حمزة سعد ألف ألف مبروك الفوز بهذا الشوط. الله يبارك فيك ويعطيك العافية. طيب كيف كان استعدادك لهذا الشوط بالذات أنك خسرت في الشوط اللي قبله، هل أثر عليك؟ لا الحمد لله استعدادي للشوط هذا مستعد كل الاستعدادية وغير الشواط اللي قبل، والشوط اللي قبله شوط متمرنين وما فيه خسارة، سواء يعني إذا ما كسبت تعلم من الشوط استفيد الحمد لله الشوط هذا عوضنا وباقي عندي أشواط ثانية الكاس والتقدير إن شاء الله أني أحقق منهم فيها مستوى. طيب إيش مخططك لهذا الموسم؟ إن شاء الله القائمة بإذن الله القائمة، وإن شاء الله استهدف الكيسان الكبرى بإذن الله كوني كخيال متمرن، لكن إن شاء الله راح أطمح وإن شاء الله بإذن الله يوالفني الحظ.
الله يا رب. طيب نصيحة أخيرة بس نسمعها منك لباقي زملائك الخيال المتمرنين. الله يوفقهم، وكل مجتهد نصيب، ومع العزائم تجي الغنائم. حقيقي يعطيك ألف عافية وألف مبروك يا حمزة. الله يعطيك العافية. شكرا أختي فيا، مرحبا. شكرا لكم متابعينا، كان هذا حديثي مع الخيال المتمرن حمزة سعد والمدرب عبد الله. عودة لكم بالاستوديو. شكرا هيفا، شكرا لضيفيك طبعا عبد الله شبيب وحمزة سعد. أعجبني في قفلة اللقاء.